حكام المسلمين بأنهم كفر، هذا أشد من مذهب الخوارج. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب منحة في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام، وقد قال لنا أحد الدكاترة إن الهجرة قد انقطعت في هذا الزمان لأنها لا توجد دولة إسلامية على وجه الأرض، فهل قوله صحيح؟ هذا على مذهب التكفيريين اللي يكفرون الناس عموماً، وهذا يقول لا يوجد دولة إسلامية على وجه الأرض، هذا تكفير بالعموم والعياذ بالله، هذا كلام باطل. أتفق. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ما موقفنا من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة جملة وتفصيلا، هل هم من الخوارج أفيدونا وتفصيلا هل هم من الخوارج أفيدونا؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. الذين يكفرون عموم المسلمين هؤلاء من أشد الخوارج، بل هم أشد من الخوارج، لأنهم ما استثنوا أحدا، حكموا على جميع حكام المسلمين بأنهم كفر، هذا أشد من مذهب الخوارج لأنهم عمموا. نعم.